السلك الانزلاقي والمرافق الملحقة به في ولاية خصب بمحافظة مسندم. للحديث عن تفاصيل هذا المشروع انضم معنا باتصال هاتفي الفاضل خالد بن محمد العجمي، مدير إدارة المشاريع الخاصة في شركة عمران. حياك الله أستاذ خالد. حياكم الله، مساكم الله بالخير، حياكم أهلا وسهلا فيكم بالمستمعين الكرام. بالنور والعافية أستاذ خالد. بداية لو تكلمنا عن أهمية واهتمام كذلك مجموعة عمران فيما يخص مجال سياحة المغامرات. حقيقة بأمانة قبل ما نترى عن سياحة المغامرة، فقط بغيت نوه أنه يعني في المرحلة القادمة إن شاء الله راح تكون الاهتمام بشكل عام على المحافظات كلها، بحيث أنه يعني ننمي ونبرز نقاط الجذب في كل في المحافظة. جميل، توجه جميل. وفكرة سياحة المغامرة حقيقة يعني مربوطة يمكن بشكل أكبر مع محافظة مسندم بحكم طبيعة الجغرافيا الخلابة وما شاء الله الجبال الشاهقة والخلجان اللي موجودة، بالتالي هي فعلا يعني كانت محطة انطار جميع. ولهذا السبب يمكن إذا تعرفوا تقريبا قبل كورونا حوالي 99 سفينة سياحية رست في ميناء خصب، بالتالي موقع فعلا يعني يستحق الاهتمام. جميل. يعني استاذ خالد انا اسف على المقاطعه، ولكن شدني في حديثك بانه راح يكون لكم في كل محافظه مشروع سياحي مرتبط ببيئه وطبيعه وتضاريس وجغرافيه هذه المحافظه. باذن الله تعالى باذن الله، هذا توجه شركه عمران وطبعا توجه وزاره التراث والسياحه ايضا، يعني نشتغل معه ونتعاون معه باذن الله تعالى. المشاريع مثل ما ذكرت، نعم، المشاريع بتكون تباعا ام انه بتكون دفعه واحده في المحافظات او كيف؟ ان شاء الله بتكون تباعا باذن الله تعالى. نعم. باذن الله تعالى. طيب عن اهتمامكم بالتحديد هذا المشروع الذي يعني مثل هالنوعيه من المشاريع طال انتظارها والجمهور دائما يتحدث عنها، وخصوصا يعني في الأماكن الجبلية ذات المناظر الخلابة، خصوصا يعني مسندم ومواقع أخرى، فماذا عن هذا المشروع وأيضا خطتكم من خلاله؟ طبعا المشروع يتكون من محطة الانطلاق ومحطة الوصول، عبارة عن مشروع سلك انزلاق بطول حوالي 1800 متر سلك مزدوج. طبعا ما يميز المشروع هذا طبعا الإطلالة الرحلة اللي ياخذ الزائر على تقريبا مسطح طول حوالي 700 متر، والارتفاع يعني يعطيك الإطلالة منظر ونظرة على خليج خصب وميناء خصب السياحي، فبالتالي يعني كميزة وكنقطة جذب هي مثل ما ذكرت انه الزائر او يعني يستخدم السلك الانزلاقي هذه راح يمر بتجربة فريدة من نوعها تقريبا. نفس الشيء كونها مربوطة باحد منشآت شركة عمران اللي هي فندق اتانا خصب، فبالتالي ايضا تكون هناك عندنا محطة الزوار واستقبال، وفيها يعني جميع التسهيلات من خدمات تعريفية للمواقع السياحية في خصب، وأيضا تعريف بالمواقع الأخرى. ومن الأشياء اللي يجب أيضا يعني نذكرها هي يعني تركيز وزارة التراث والسياحة على أساس أنه تكون هناك عدة نشاطات للسياحة والمغامرة في المحافظة، فبالإضافة إلى هذا المشروع احنا أيضا نقوم بتكليف وزارة التراث والسياحة بتطوير عدة مسارات جبلية ومسارات للدراجات الجبلية، دراجات سواية جبلية. أيضا مثل ما ذكرت طول السلك الانزلاقي 1800 متر بارتفاع 250 متر على سطح البحر، راح يعطي فرصة انه يعني تكون اطلالة جميلة على الموقع. وكون المشروع على ارتفاع 250 متر ايضا قامت شركة عمران بوضع مخطط متكامل للموقع، يعني اذا ممكن نقول احنا فكرة او مشروع تطوير السلك الانزلاقي هي المرحلة الاولى اللي مجموعة من نشاطات المغامرة في الموقع هناك، وإن شاء الله نتأمل أنه مع بدء الحركة السياحية في الموقع راح تبدأ الزخم على الموقع هذه، ونتأمل إن شاء الله يعني أنه نستقطب من خلال المشروع هذه
الحوارات المحلية والأقليمية بحيث أنه يتم تطوير المكونات الأخرى اللي تم وضعها كتصور عام للموقع ذاك. نعم، كم الفترة الزمنية التي وضعت لإنجاز المشروع أستاذ خالد؟ هي حقيقة الفترة الزمنية تقريبا حطينا 36 أسبوعين ما يقابل حوالي 8 أشهر. من التحديات طبعا مثل ما ذكرت أنه عادة إنشاء سلك انزلاقي يحتاج إلى شق طريق، وبالتالي عدم وجود طريق للموقع كان تحدي، وجزاهم الله ألف خير. صح حقيقة مكتب محافظ سندم مشكورين بالتعاون وقاموا بالتجهيز وتعاون معنا على أساس أن نقوم بتهيئة وتجهيز الطريق إلى منصة الانطلاق. تقريبا مثل ما تقول يعني من وقت ما نقوم بتركيب الهياكل للموقع الانطلاق يحتاج إلى زمن ما بين 7 إلى 8 أشهر إن شاء الله، فنتوقع إن شاء الله إحنا نكون مستعدين لافتتاح المشروع على يعني ربع الأول من 2022. طيب أنت ذكرت أستاذ خالد بأنه نتمنى أن هذا المشروع يعني يستقطب الاستثمار في المنطقة، ما هي فرص الاستثمار الموجودة حول هذا المشروع؟ مثل ما ذكرت لك يعني احنا كتصور حطينا عدة مكونات لنشاط سياحة المغامرة، فنتأمل انه بعد ما تبدأ المنطقة يعني تستوعب الزوار ومثل ما نقول يعني تبدأ حركة الأرجل ان شاء الله تبدأ المنطقة بالانتعاش مثل ما ذكرت، يعني أضعف الإيمان أنه بنفس الطريق والإطلالة هذه راح تكون يعني فرصة لأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة أن تفتح مثلا مقاهي على الإطلالة الجميلة هذه. جميل. المكونات الأخرى اللي تتماشى مع المكونات تأجير الدراجة الهوائية. وبالتالي هل ستهيئ المنطقة لمثل هذه المشاريع؟ ان شاء الله ان شاء الله، يعني مثل ما ذكرت لك يعني شق الطريق الى منصه الانطلاق هذا بنفسه يعني مشروع فتح افاق كبيره ان شاء الله للموقع، بالتالي ان شاء الله نتامل انه يعني راح تكون استجابه كبيره من الشركات والمستثمرين باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى. استاذ خالد بن محمد العجمي مدير اداره المشاريع الخاصه في مجموعه عمران، شكرا جزيلا لك ويومك سعيد.